إذن بينما تشخص أنظار العالم ترقبا للرد الإسرائيلي المنتظر على هجمات إيران الأخيرة، تفتح وكالة الاستخبارات الأمريكية تحقيقا حول تسريب وثائق سرية تتعلق بالاستعدادات الإسرائيلية، فيما وصف مسؤول أمريكي هذه التسريبات بالمقلقة جدا. الوثائق نشرتها قناة على تيليجرام تعرف باسم ميدل إيست سبكتيتر، وتتضمن تقريرا استخباراتيا سريا للغاية تم توزيعه داخل الأوساط الاستخباراتية الأمريكية، يحوي تفاصيل عن استعدادات داخل سلاح الجو الإسرائيلي والتدريبات التي تمت بمشاركة طائرات استخباراتية ومقاتلات للتدرب على الهجمات. الوثائق التي تم تقديمها على أنها سرية للغاية تحتوي على إشارات مخصصة فقط للولايات المتحدة وحلفائها كأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا، وهي تكشف عن الإجراءات التي تم تنفيذها في عدة قواعد عسكرية إسرائيلية وعمليات نقل الذخائر المتقدمة والمخصصة لمهاجمة إيران. وقدم التقرير الاستخباراتي تفاصيل عن الاستعدادات في وحدات الطائرات من دون طيار الإسرائيلية لشن الهجوم ضد إيران، وقال موقع إكسيوس أن التسريب المزعوم مثير للقلق للغاية، لكنه في نفس الوقت لا يؤثر على خطط إسرائيل العملياتية ضد إيران. وتجري الوكالات الاستخباراتية الأمريكية ووزارة الدفاع البنتاغون تحقيقا حول هذه التسريبات بحسب محطة CNN الأمريكية.